بالنسبه للاشاعه كاينه بزاف الناس تيجيو تيسولونا تيقول لك كاين الدوايات كاين هذا كاين هذه، ولكن تنسمعوا بانه تنظن في الجهه ديال اكاديه ولا شنو داكشي تم المنع ديالنا هنا، تم المنع ديال التسويق ديالو، ولكن بالنسبه لجهه الدار البيضاء وهذه المناطق هنايا ما كاينش دوايات، ما كاين حتى شي حاجه، الحمد لله مازال النعناع موجود في السوق، تناخذوه من السوق والسوق خاضع من سوق الجمله، تناخذوا النعناع من سوق الجمله وخاضع للمراقبه وخاضع للمسائل القانونيه ديالو، والتسويق ديالو كيتم بطريقه عاديه عاديه الحمد لله، مي الزبناء كاين شويه ديال التحفظ، والناس من اللي كتعرف دعايات يقول النعناع فيه الدواء فيه هادي فيه هادي، مي شي حاجه اللي ثابته خارجه من مصلحه الصحه ولا شي حاجه ما كاينش، شي خبر اللي هو خارج من الوزاره ما كاينش. هما جميع الانواع ديال النعناع كاين، كاين النعناع ديال المكناس، النعناع ديال البغوج، النعناع طماريس، النعناع ديال الحراش البور، بزاف الانواع، مي كاين الناس كيتحفظوا شويه من طماريس لانه تيقولوا بانه تيتسقى من شي بلاصه ماشي هي هذيك ما مزياناش، الو حنا ما تنجيبوش، الناس ما تيخدموهش، حتى المستهلك ما تيحبوش، ما تنحاولوش نستعملوه، حنا ما تنجيبوش كاع المستهلك. هو بالنسبه للمستهلك خاصو يتبع الاجراءات اللي كتاخذهم وزاره الصحه، الا كان شي اجراء ولا شي قانون ولا شي بلاغ صادر من وزاره الصحه يلتزم به المواطن ويتم المنع ديالو من التسويق، يعني لا حنا كتجار منعوا داك الشيء ما نجيبوش، وهما كمسؤولين يقوموا بالواجب ديالهم، والمستهلك تا هو يحاول يتحفظ، ولكن ما يتبعش الاشاعات، اشاعات لانه الاخبار كدوز في جورنالات وفي مواقع هكايا ما عندها شي كفاءه وما عندها شي حاجه، الو كتاثر على الانسان ما يتبعش الاشاعه نسبيا تاثرنا، لانه بزاف الناس داو تخوف من استهلاك ديال النعناع، ما بقوش كياخذوه خصوصا دابا مع رمضان وهاد المسائل هادي، الناس ما تيعتمدوش على النعناع بزاف، تيستعملوا العصيرات وداك الشيء، حتى الاستهلاك ديال النعناع قليل في رمضان. مع الاشاعه فوالا كاين مع الاشاعه اثرت شويه على الاستهلاك ديال النعناع. خويا سمعت ولكن ما كان تخوف لا والو، راه كنشرو النعناع عادي، كنشربو عادي، ما كاين لا مرضى لا والو عادي. كنشربو تجي يوميا، الحمد لله شربتو مزيان وبخير الشهر كل ديال رمضان. لا ديال كازا ما فيهش مشكل، فيه النواع، فيه بروج، فيه مكناز، داكشي كلشي مزيان. ما عندنا الحمد لله ما كان لا ضرر لا والو. لا أنا ما كنشربش النعناع، ما صراحة ما كنش كنشربش أتاي أنا، واخا يكون فيه مادة مسمومة ولا ماشي مسمومة أنا ما كنشربوش. أنا كنشرب أتاي وكنفطر به أحسن من القهوة. اتفاق النعناع ما كاين مسموم والو. انا يومي كنشك جو ديما كنشرب كنعلقو في الشمس كنديرو بحال الزعتر بحال الفليو وزيدو تما كاين داكشي اللي قالك ما كاين حتى حاجه هكذا من هنا كنشرب مع مو قريت حاجه حياتي كلها نهزت والدي كيجيبو النعناع وانا يومي شك جو حدا المرض كنجيب ديما للدار النعناع ديما ولكن ما عمري حسبت شي حاجه داكشي ديال الله لا ما عمري سمعتها ديما كنشرب من الجبرال كيدير ليا والو الحمد لله كون كنسمى هادشي يديرو يزرعوه غادي يحيدوه يتركوه